خلينا نستقبل مع حضراتكم استاذه ماجده موريس، ناقده فنيه وسينمائيه. مساء الخير استاذه ماجده. مساء الخير. مساء الخير عليك. برحب بحضرتك معانا، وبدايه شايفه ازاي اللي حصل من كل هذه الذوبعه اللي حصلت على فيلم ريش، وهو محدش شافه ما الا انه عرض بشكل خاص في مهرجان، وبعض الفنانين او المشهورين انسحبوا، والبعض ايد والبعض عارض. حضرتك شايفه الذوبعه دي ازاي؟ يعني انا شايفه ان الاختلاف للراي بسبب اي عمل فني ثقافي، خدي بقى سينما، مسرح، كتاب، حتى لوحه فنيه، ده شيء وارد طول عمرنا بنشوفه. لكن ان حد يصرح يخرج من فيلم لانه ما عجبوش ويصرح بان هو يسيء لسمعه مصر، انا شايفه ان ده خطا كبير جدا، وخطا الحقيقه لا يصح ولا يليق باي حد، اي مواطن عادي بيحب الفن او بيروح سينما، فما بالك لو كان فنان. فانا طبعا يعني المساله دي الحقيقه يعني بتمنى ان ما حدش يفرض ذوقه على الناس كلها بهذا الشكل. حضرتك شايفه ان ده يعني بياخدنا لمنطقة الولاية على الذوق العام، بياخدنا طبعاً لمنطقة تانية مرعبة أكتر من إن الفيلم ممكن يسيء لسمعة مصر. أنت بتسيء لبلد بحالها بإن أنت بتستقطبهم لفكرة معينة؟ أكيد أكيد طبعًا. ما هو لما يتقال كده لازم ناس كتير جدًا ممكن يكونوا ما شافوش الفيلم. هو لسه حقيقي أنا مش قادرة أتكلم عنه فنيًا، لأن إحنا أنا شخصيًا ما شفتوش. حضرتك شفتيه يا دكتور أستاذ مجدة؟ أيًا كان، أيًا كان. طب حضرتك شفتي الفيلم؟ طبعا شفته. طيب محتاجه راي حضرتك كناقد فني لك اسمك، اتفضلي يا فندم. يعني اولا هو فيلم ها مزج بين اكثر من نوعيه من الافلام، مزج بين الفانتازيا، ومزج بين الواقعيه، ومزج كمان بين انواع اخرى ها من الفن، مش ما بتتقدمش كتير، لانه المخرج بتاعه كمخرج جديد عنده طموحات انه يعمل نوعيات مختلفه من الفن. وهذا المخرج بالتحديد عمر زويري قدم من 4 سنين أو 5 في مهرجان القاهرة السينمائي، قدم فيلم قصير برضو احنا استغربنا جدا لفكرته، حتى لاسمه كان طويل جدا، حكاية مش عارفة الكيلو 65 في الطريق حاجة كده يعني. يعني اسم الفيلم كما لو كان قصة قصيرة، مش اسم صغير معقول. لكن الفيلم فعلا لما تشوفيه تلاقي فيه فكرة مهمة جدا، وتلاقي فيه وجهة نظر واضحة جدا في مسألة الشباب اللي هو عنده طموح ان هو يعمل مشروع، وازاي بيفكر فيه، وازاي ممكن يبتعد امور تعطله لكن يتغلب عليها. ده الفيلم القصير. لكن انا بتكلم بقى عن فيلم ريش. اسم الفيلم ريش برضو ابتدى بفكرة ممكن تبقى فيها فانتازيا شوية، او خيال. الاب اللي بيختفي يبقى فرخة، ده الاب ده اللي هو صحابه، واحد من صحابه هم وهو داعيهم لعيد ميلاد ابنه، بيجيب له ساحر عشان خاطر الحكايه تبقى كده فيها شويه يعني عيد ميلاد يعني. فهذا الساحر بيخلي الاب يدخل في صندوق في لحظه كده، يعني بيورينا قدراته. فبعد كده ما بيلاقيش الاب، بيطلع بداله فرخه كبيره. والمشكله بقى بعد كده انه هذا الساحر فشل ان هو يكمل عمله المفروض جاي يعمله، يكمل الشو بتاعه، وبيطلع يجري هو والناس اللي معاه، منتهز فرصة انه ما حدش عارف هيجيبه، لانه ست زوجة الراجل ست عادية وبسيطة واطفال الثلاثة ما حدش فيهم هيعرف يجري في منطقة المفروض ان هم ساكنين في منطقة بين المحافظات، بين محافظات الصعيد، يعني الاماكن اللي هي الشبه صحراوية بين المنيا وبين محافظه ثانيه. خليني اسال حضرتك على فكره فوزه بجائزه في اسبوع النقاد. حضرتك شايفه ايه الاختلاف اللي خلاه وصل؟ لا شاف ده هو شاف اخذ الجائزه الكبرى في اسبوع النقاد. ايه اللي خلاه وصل انه ياخد الجائزه دي يا دكتوره؟ وصل بيها لانه هو المخرج يعني مع في 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 التكامل في الفكره، الكتابه، الفكره وقدرته عن التعبير عنها باسلوب مختلف تماما. انت في يعني في الفن في مقولة رئيسية إنه الحياة فيها مجموعة أفكار ومجموعة أحداث، مش دي المشكلة إنك تقدم تختار أي فكرة منهم، لكن المشكلة إزاي تقدمها للناس، إزاي توصل لهم. هو اختار فكرة فيها يعني لو إحنا بصينا له كعمل بسيط هتقولي دي قصة واحدة ست جوزها
مات وبقت في مصيبه مش عارفه ازاي تعول عيالها في هذه المنطقه البعيده. وده واقع في في الشارع المصري، ما هوش بعيد. لكن هو ابتدى بهذا 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 الشكل اللي فيه فانتازيا، مساله الساحر والراجل اتحول دجاجه وكده، وفي الاخر خالص هو هي لما بتروح بتاع ده، لا هي طبعا ابتدت رحله بعد كده بعد ما حصل ده، ابتدت رحله تسال كل الناس وتطلب العون من كل الناس اللي تعرفهم ومن اصدقاء جوزها، كل الناس انها عايزه مش لاقي حل ومش عارفه تاكلهم كمان، لانه يعني هي خلينا نقول ان يمكن حطينا قدام اختبار مجتمعي، وده بنشوفه كتير كتير من السيدات بتتعرض لهذا الموقف وبتتعرض للاختبار، هتتعامل مع اللي حواليها المفروض اللي هم دول هيساعدوها وما بيساعدوهاش. ده شيء مش بعيد عن الواقع اللي احنا فيه يعني. لا وكمان ها بتتعامل ازاي وهي ست اللي هي مش دكتوره متعلمة. انا عندي سؤال اخير بس هو وقتي خلص. حضرتك شايفه سبب الاعتراض ده كان ايه؟ هل هو عامل نفسي ان احنا ما قدرناش نجيب جايزه بالشكل ده لمصر؟ هل هو اعتراض على ان حد مش ممثل اساسا ويجي هو اللي يعني يجيب؟ يعني ايه مش ما قدرناش نجيب؟ هو كان واخد جايزه مهرجان كان اسبوع النقاد. لا انا بتكلم على الناس اللي انسحبت من العرض الخاص. لا ما عجبهمش انه ممكن يبقى بشكل شخصي. انا ممكن ما يعجبنيش، انا بكفل ليه حقه انه يعترض يعني، لكن ما عجبهمش انه ممكن في واقع طبعا بلد فقيره في محافظه بعيده صعيديه في عيله يعني سيده بسيطه محتاجه تعبيراتها بسيطه كده. بشكرك يا فندم، بشكرك جدا. هي بتقعد تلف بتدور على اي شغلانه عشان تاكل عيالها، ما عجبهمش ده، حسوا ايه ده يمكن هم في منطقه ما شافوش ده، بس يمكن احنا احتكينا وشفنا ده يعني حتى لو ما شافوش بالظبط. لا معلش يحترموا الاختلاف. لا انا مش موافقه على كده، ازاي ما شافوش؟ هو احنا ما نعرفش بلدنا؟ لا طبعا فيها كل حاجه، مصر فيها كل حاجه. ما الاعتراض ده انا حاسه ان الناس دي جايه من القمر يعني. احنا في فتره تطوير وطفره، لكن هم بيعترضوا كانهم جايين من القمر. بشكرك يا دكتوره، بشكرك جدا استاذه ماجده مريس ناقد فني وسينمائي، بشكرك.